السلام، ادعولي. مع السلامة عمي. عن إذنكم، لا مؤاخذة. كلنا لا شد حيلك، عقبال اولادك. والله العظيم انا فرحان. اي والله. برافو رجاله، برافو رجاله. اضرب جامد، اضرب جامد. يلا تدخل. خلاص يا اخوانا كلنا محتاجه حاجه. خلاص بس خلاص. والله اطلعك النهارده. خلاص يا اخوانا، خلاص. هات انت دي بقى، خد دي. ايوه بس خلاص اهو. ايوه بشكل. اتفضل حضرتك. لا اتفضل، اتفضل اتفضل. انا هموتك، هموتك، هموتك. ايوه هموتك، 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 هموتك. هما بيتخانقوا ليه؟ الظاهر سالفين من بعض فلوس ولا حاجه. بس ما هيت اول خناقه. سخن سخن. انا طالع اعمل الحاجة. انا بتنرفز لما حد يجي ناحيتي. اوعى حد يوسخ خاطره. ارجوك. تفتكر يا ابو الصلح ان الرحله دي هتجيب نتيجه؟ بكره تبوس ايديا عشان نصحتك تسافر معايا. يعني هلاقي شغل في اوروبا؟ اسالني انا. لكن انت ما سافرتش. لا ما سافرتش، انما ابن عمي سافر. هو قال لي ان الساعه في اوروبا توصل لعشرين جنيه في الساعه. حلوه قوي. عشان نقدر نسدد ديوننا. ديون ايه؟ تمن تذاكر السفر اللي مستلفينهم. تذاكر يا شحات، احنا هنرجع محملين هدوم. يعني هنبقى اشيك اتنين في الجامعه بجد. ولو شدينا حيلنا جايز نقدر نرجع بالمرسيدس. لا دي جامده قوي بقى بالصلح. ركك انت توقع واحده من اياهم. اياهم يعني ايه؟ مليونيره من بتوع اوروبا. مليونيره بحبين انا؟ يا ابن المصريين سوقهم ماشي في اوروبا. سألنا انا برضه. ابن خالتك هو اللي قالك كده؟ لا جوز امي. انت مش هتلاحق. طول ما انت ماشي في الشوارع الدنيا هتمطر عليك مليونيرات. مليونيرات ولا جزم؟ انا وقعت من سابتك وانت واقفة. يعني ما كنتش قصدها؟ ولا دي ما بتعرفش عربي الظاهر كده. يا نهار اسود، حلوة قوي.
هتجنن يا صلاح. تحفة أنتيكة. اتفضلي. عنك انت بالانجليزي، عنك انت، عنك انت بالانجليزي. ده عليها كل صباع واخوه تتمنى النوم يندبوا في عين الابعد. احنا هنا في مصر نحب نبوس كتير، هنا في الحته دي نبوس بالانجليزي وبالعربي. مندوب الغدا هيجهز بعد نص ساعه يا سمو الاميره. طب روحوا انتوا. بتتكلمي عربي؟ ايوه. فوتك بعافية. يلا يا سيدي قبل ما نتهزم. يلا. استنى من فضلك. هو في الحقيقة يعني أنا آسف لو صدرت مني كلمة كده ولا كده. أصل يعني أنت بتعتذر علشان بتقول عليا حلوة. هو أنا وحشة؟ وحشة؟ قال له وحشة. هو ما كانش متوقع انك بتتكلمي عربي. انا متربية في مصر. ابدع ناس. وراجع الهند علشان بابا المهرجة تعبان قوي. الف لا بأس عليه يا سمو الاميرة. طب مش واجب برضو تجيب له دكتور يا سمو الاميرة؟ بابا المهرجة جاب دكاترة من جميع انحاء العالم، لكن الظاهر انه تعبان قوي، بعتوني عشان اشرف على ثروته واملاكه. هو ما شاء الله عنده كتير. حوالي 100 مليار دولار. 100 مليار غرر؟ دول يزيدوا عن 100 جنيه بكتير. وحضرتك مسافر فين؟ انا مسافر اوروبا. انا بابا مليونير مصري. مليونير؟ مسفرني عشان اتفسح. الفلوس عنده كتير، مش عارف اوديها فين. مستفه فلوس، مستفه في الدواليب. تفتح اوضه النوم تلاقي فلوس، اوضه المسافرين تلاقي فلوس، تحت الكنب تلاقي فلوس، فوق الكراسي فلوس، في الحمام فلوس، البانيو مستفه فلوس في البانيو. نسيت التواليت. التواليت كله فلوس، السفون فلوس، العيال ولاد اختي بيعملهم قراطيس. فرصه سعيده قوي. يا ريت تفضل تتغدى معنا انت وصاحبك. ده مش صاحبي، ده السكرتير بتاعي. هتيجوا؟ اه طبعا. أنا في كابينة ثلاثة، وأنت؟ أنا في الكابينة اللي جنبك على طول. إيه؟ تعال هنا، فهمني، إيه اللي أنت عملته ده؟ كتم خالص، مش وقته. قدامي. أنت أبوك مليونير. وانا السكرتير بتاعك. جت قوي. افهمنا بني ادم، دي واحده ابوها مهرجه وهي اميره، عايز نقول لها ان احنا تلامذه في الجامعه مسافرين درجه ثالثه؟ وايه يعني؟ هتناسبنا؟ مش يمكن. انت اكيد اتجننت. ليه؟ مش يمكن تحصل معجزه واتجوزها وساعتها بقى نسيب المهرجه؟ لكن اكيد هتعرف ان ابوك صراماتي وانكم ساكنين في ضرب المقشات. مالها ضرب المقشات؟ ساعتها هتكون حبتني، واللي بيحب ما يهمهوش اذا كان اللي بيحب ابن صراماطي او حتى ابن كلب. اعقل يا ممدوح وبلاش جنان. ده انا بقى 60 مجنون لو سبت فرصه زي دي تطير من ايدي. يلا اتفضل قدامي. اتفضل. على فين؟ نغير هدومنا ونروح لها. هي مش عزمانة على الغدا؟ عزمك انت. انتوا مليونيرات زي بعض. ايش وصلنا انا يا كحيان؟ يا ابني تعالى بري نفسك بحتتين لحمه. الله الغني. بلاش. ما انت قصدك والشفاء يا شيخ. ايه برضه مش جاي؟ لا بلاش. على العموم هحاول ابعت لك حاجه من بقيه الاكل. We'll be right back.
يا سلام يا ولاد، يا سلام على المية وعلى الحمام. يا سلام يا سلام يا سلام على المية وعلى الحمام. وطفولة جميلة أيامها قليلة بتفوت زي الأحلام. يا سلام يا ولاد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ولاد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على المية وعلى الحمام. يا سلام يا سلام يا سلام على المية وعلى الحمام. القلب النون الفاضي بيكون متهني وراضي يكبر يفتكر الماضي يلاقيها أجمل أيام وطفولة جميلة أيامها قليلة بتفوت زي الأحلام. يا سلام يا ولد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ولد يا سلام. انا عايزة عشان مستقبلكو قبل ما وصلكو حوصيكو. الحب جميل زي جمالكو الحب ينور لياليكو وكل امل بعيد بالحب تحققوه. والقلب لو حنين بالحب وانا جاي. ايوه انا جاي طبعا اجي مجيش ازاي. حد تنادي عليها اموره زيك حلوه كده وما يجيش. اما صحيح تلاقيش معذوره علشان لسه ما تعرفنيش. عمري ما شفتك ولا في الصوره يبقى اصول ما تكلمنيش. عايز ايه اتلم طوعني ما معيش فكه ما تفكيش. ده انت صحيح متعب وايه يعني متعب متعب بس اعيش. روح شوف لك حمام تاني واصطاد من وش المية. روح شوف لك حمام تاني واصطاد من وش المية. امال مين اللي ناداني؟ ده انت اللي ناديتي عليا. طب ده انا شايفك بوداني وكمان سامعك بعنيا. ما ندهتلكش لا 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 تكذبي انا ما اعرفكش لا 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 تكذبي. واحد ماليش علاقه بيه ازاي افكر بس فيه. بيقولوا اللي ما تعرفيش احسن من اللي تعرفيه. انا خايفه بس تكون كذاب وانا قلبي خالي ولسه شباب. صدقيني جربيني شوفي عيني تثبت لي انك مضمون تفضل وقتي وعمرك ما تخون. اعزميني اكليني لقمه طري تعيش ومال ما يتنسيش. حبيني يلا وما تخافيش. ايه قلتي ايه ايه قلتي ايه ايه قلتي ايه. هقولك ايه هقولك ايه اهو برضو احسن من ما فيش. هقولك ايه هقولك ايه اهو برضو احسن من ما فيش. هقولك ايه هقولك ايه اهو برضو احسن من ما فيش. اتفضل يا ممدوح بيه. اتفضل 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 اتفضل
شكر. اتفضل حضرتك. نعم. اهلا وسهلا. في حاجة يا فندم؟ لا أبدا، بس أول مرة بشوف حد بيشرب بالشوكة. أصلها يا فندم شوربة هوا، ومع ذلك أشرب المعلقة. انك ام ممتازه جدا. انا مش امهم. عظيم. امال دول ايه؟ انا مدرسه ودول ولاد اخويا. اه كده. بابا ما سابليش حاجه، اشتغلت مدرسه بعد ما توفى على طول. الله يرحمه. ولاد اخويا كانوا عايشين مع جدتهم في مصر، وانا بوصلهم لباباهم ومامتهم في بيروت. كويس ان جدتهم ما بعتتهمش في البوسطه. ما كنتش هتعرف بصاحبه اجمل صوت سمعته في حياتي. صحيح صوتي جميل. يكنن. انت ثروه ما تتقدرش بثمن. انا صوتك ياه، مش للدرجه دي. صدقيني انا افهم في الاصوات والمزيكا. عارفه انت لو سبت لي نفسك ممكن اعمل معاك اللي عمله بليخ حمدي مع عفاف. ها؟ راضي؟ راضي وابقى مطربه مشهوره. وانا على حلك. انا عندي مجموعه الحان تهبل، بس ما كنتش لاقي الصوت اللي يغنيها، والحمد لله اديني لقيته. اسمها دي السيمفونية الناقصة. علي بعد. اسمعي. كتر الصوص وحياتك، اصلا احب السقساء.
عظمة وقفت في زوري. الحلو. لا معلش مش حاضر، أصل بطني اتنفخ. الله هايل، برافو. متشكر قوي. قول لي بقى الكلام. كلام ايه؟ كلام الغنوة اللي هغنيها. الكلام حقيقة هو في مخي بس مش فاكره دلوقتي. لكن اطمني على ما نوصل بيروت هكون افتكرته ضروري. ايه ده؟ انت جايب لي قهوة سادة؟ تحب نعملها لك بسكر؟ لا معلش، مرة تانية بقى. هتمشي؟ اصل انا متعود انام بعد الغدا، خصوصا لما تكون اكلة دسمة زي اللي كانت تاخدي. هنشوفك بالليل؟ بس ما تعشاش. عندك مانع؟ ده انا يحصل لي مزيد الشرف يا فندم. اتفضل. لا والله العفو مش ممكن. اتفضل انت الاول. متشكرين جدا اسماء والأميرة. العفو ممدوح بيه. تفضلي. لا اتفضل انت الاول. فين انت؟ مش قلت انك نازل في الكابينة اللي جنبي؟ انا اصلا انا هتمشى شوية على ظهر المركب عشان احب اهضم شوية بعد الغداء. الله، انت مش قلت انك بتنام بعد الغداء؟ انا قلت كده؟ فعلا فعلا. طب اتفضل. لا اتفضل انت الاول. لا اتفضل انت الاول. سلام. سلام. بركبوا الهوا حلاوتي كده النوش. لكن دي اول مره في حياتي اشوف واحد اكل الهوا. يعني كنت هعمل العزومه منين؟ احنا طالعين المركب على فيد الكريم. لكن يا ترى هيقول علينا ايه؟
هيقولون ده سلو بلدنا في الاكل. خفتي ليه وعايزه تقابليه تاني ليه؟ ما تخافش عليا، سيبني اتكتك، ممدوح ده هينفعنا قوي في خطتنا. حلاوتي كرنوشه. المهرجة يا مينا. انت المهرجة طحال اباد. هموت من الجوع. شرح. طب انت اكلت الهوا لكن انا مش لاقيه. تعالى معايا هاكلك. تبقاش مجنون. الريس حسن لو شافنا هيودينا في داهية. حسن مين يا ابني وبتاع مين؟ ده احنا اللي كتفنا الزبق ومسمرناه بحبال الريح. يعني هناكل زبق؟ لا هنكتفه. تعال تعال. يلا. مساء الخير يا فندم. أهلا. احنا متأسفين قوي على اللي حصل النهارده فندم. ما احنا بتوع الخناق، العيال الصيع. ايوه الجربيع. ايوه الو معلش، حصل خير. هو في الحقيقه احنا جايين نعتذر. يعني الحقيقه اقعد يا صلاح، اقعد. انت مش غريب. انت مكسوف ولا ايه؟ اقعد. انا قاعد. في الحقيقه هو فصل بايخ شويه، لكن اللي حصل ده غصب عننا يعني. انت بتاكل ايه؟ بفتيك. بفتيك مش بطال، بس الملح زياده شويه، مش كده صراحه؟ خد ذوق كده. انت مش عايز تاكل ليه؟ مكسوف يا سيدي. المحاكم رايه تقول له اتفضل، والنبي قول له اتفضل، قول له بس اتفضل. الحقيقه بقى احنا لما عرفنا مين المرحوم اللي جاي معاك قلنا لازم نعتذر. يعني ايه؟ يعني ما كانش صح ابدا نعمل العمله البايخه دي يوم وفاه المرحوم. انتوا كنتوا تعرفوه؟ قال كنا نعرفه. عز المعرفه وحياتك، ما كناش بنفرقه ليل ولا نهار، ده كل اسراره كانت معانا. كل اسراره؟ عمره ما خبى عننا حاجه، حتى اسم امه. انا يا فندم اعرف المرحوم قبل ما يموت وبعد ما مات. كنا ميتين مع بعض في المدرسه. كده اهو. اهلا وسهلا. انا اذنكم. انا كنت هموت من الجوع يا لك. اديني اكلتك في مطعم الدرجه الاولى. الحمد لله ان الرئيس حسن ما شفناش ولا شفنا. هو على يهمنا منه ده باين عليه اهبل قوي يا لك. وتلاقي مخه تخين. شكله عامل زي الخنزير البكر يا جدع. ده شبه الترماي. تلاقينا عامل بيه محترم ومراته في البيت تديله على قفاه. ده عليه حته قفا يا جدع، حته قفا. ايه كده اهو. ايه ايه بتغمزني ليه؟ الكلام ده مظبوط ولا لا؟ قدام انت وهو من غير شوشره. بقول انت وهو، انا ماليش دعوه. انت قبل منه. اوكي قدام. اوكي اتفضل امسك من هنا. امسك. طب اخد حته لحمه. بلاش يظهر قدام انت اهو. يا جدع اطلع قدام. طب ما تزفرش القميص. وناوي تعمل ايه؟ ازاي تسيبهم؟
بعد ما عرف كل اسرارنا. يعني كنت اتصرف غلط واكشف نفسي قدام الركاب؟ لو الحكايه دي صحيح لازم نتصرف معاهم بسرعه. احنا لازم نلاقي حل. ما تخافوش انا هعمل اللازم. يعني ما معكوش فلوس خالص؟ لا لا معانا بيه. معاكوا ايه؟ الستر والحمد لله. يعني الستر اللي باريزه اللي شيلن تمشي يعني تمشي. وهتعيشوا ازاي وهتاكلوا منين؟ هنشتغل. صفنوا كافح كفاح الابطال من اجل تحرير الانسان من عبودية أخيه الحيوان. فما الكفاح إلا كفاح في الكفاح وفي ما تقول حاجة. أول ما نوصل بيروت هندبر أي شغلانة نلم منها تذاكر السفر لأوروبا. ها وعلى ما توصلوا بيروت هتسببوا إيه؟ بركة فيك بقى يا ريس حسن. أنت راجل حمار وكويس وبتفهم يعني. أنا أول ما شفتك قلت إنك طيب وهتخدمنا. أصل بان عليك راجل جدع جدع يعني. جدع ولا مرتي بتضربني على جفاي؟ جفاك فشر صعبا علي جفاك. انت مصدق كلام الواد ده؟ ده وقليل الادب. اهله كان عايزين يودوه الاصلاحيه. انت ازاي تقول جفاك يا واد؟ انكت منك له. على العموم اللي ما ربهوش اهله يربيه الريس حسن. انا ياما ادبت قال عن منكم طبعا. واحنا هنروح فين جاب المجرمين اللي انت تعرفه؟ اني اعرف مجرمين؟ مش حضرتك اللي قلت؟ مش هو اللي قال ابو الصلح؟ ايوه انت قلت. ما تبقاش عايل بقى. انا هشغلكم. ربنا يخليك. يوليك ما يولي عليك. اي والله يا قادر يا كريم. خد من قلبي وحد. لكن لو ما نفذتوش الاوامر وما سمعتوش الكلام هرجعكم مصر عايمين. احنا من ايدك دي لايدك دي. انا اعتبرنا عربيه كارو وحضرتك الحمار اللي سحبها. ها اخرس يا جليل الحياه. انت بقى ورايا. تعال هنا. هتروح مني فين؟ الزحلومة في الحلوش والمحلولة عنوش. والعمل صلاح انا هنعمل ايه؟ هنفضل نغسل ونمسح في المركب لحد ما نوصل كده حلوين. نغسل ايه ونمسح ايه؟ انا ما بتكلمش عن كده. امال ايه؟ سمو الاميرة اللي عزماني الليله دي. تعين على سمو الاميرة لما تشوف ابن المليونير وهو بيمسح في المركب. يمسح في المركب؟ وحياة ابوك بلاش هزار. اجيب منين بدله اروح اقابلها بيها؟ اقول لك ايه يالا ده؟ خد بدله الريس حسن معفنه وكلها سمك. خد شيخ اجري ده بيتك ليه كده؟ انت تسيبك من حكايه سمو الاميره دي وتحب لك واحده على قدك زيي. انت حبيت يالا؟ حنان اسمها حنان وكلها حنان. ايه ده؟ انا لسه هحكي لك بقى. يا سلام يا سلام. حسيت يا ممدوح اني اول ما شفتها حبيتها. عال جو جو. مين ده يا اخويا بقى اللي حبيتها؟ تجنن لو انت. ها ايه ده؟ مين دي اللي حبيتها؟ انطب خلقتك يا ريس حسن. تجنن. اول ما شفناها وقعنا في غرام. ده انت عليك خلقه. انت مين اللي وسخك كده؟ لا 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 مش معقول. معقول الكلام ده؟ كبير. لا 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 استنى بقى. هات الكوش اللي بيحصل ده. لا 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 مش معقول. مش معقول كده. استنى بقى. حمد ومي عليك. حمد ومي. ادي فرشه. افرك امك كده فرشك كده. ادي فرشه. ظلط له دماغه. الحقوا ولدي. ادي فرشه. الحقوا ولدي. سيبه بقى. منك لله ولا حركت الشربة. سلام اجري بقى. سلام عليكم. انت ايه ده راس حسن؟ انا هطربك عليك. سلام عليكم. انا وراكم قدامك قوي.
بعضينا سعد حمو ادي الواد لابوه. انا نسيت الحاجات دي من زمان. ايه عطشان يا صبايا دلوني على السبيل عطشان. خف يا ابني للمركب هتغرق كده. دول بقوا اتنين. مساء الخير. علي النعمة انت مفتري يا وحش. عيب لما تقابل حد وانت لابس الكلام الفارغ ده. لا مؤاخذة. وراهم مستني ايه؟ سمع والأميرة بتعملوا ايه؟ لا ابدا ما فيش. بنجري. بتجروا من ايه؟ لا ابدا رياضة. اصل انا متعود اجري كل يوم نص ساعة وهي خلصت. لسه ما خلصتش اجري. اه فعلا لسه ما خلصتش ومش هتخلص بين عليها. ايه ده؟ سنجاب العريس وعرفنا بيجري ورانا ليه. لكن التاني اخينا بتاع المطعم. ايوه بيجري ورانا ليه؟ طبعا عايز تمن اللي اكلناه. يبقى يا بني على راي المثل عريان بيجري ورا بلبوز. اقعد يا راجل اقعد. ده انا حيلة قطع من الجري. مالك انت خايف منه؟ مفيش منه خطر. ده خلاص اتخرج وخد تفرغ ما بيسألش في حد. مش انت ما بتسألش في حد يا عم؟ مين اللي ماسك ايدي؟ مين اللي ماسك ايدي؟ مين يمسك ايدي ليه؟ مين اللي ماسك ايدي؟ هو انا عملت حاجة؟ يمسك ايدي ليه؟ انا غلط
جوز بنته للشاطر حسن وعمل لهم فرح 40 ليلة وليلة. مش معنى 40 ليلة وليلة، ليه ما يكونش 40 بس ولا 42؟ الله، الحدوتة كده هي كل الحواديت كده. كده ازاي بقى؟ يعني السلاطين لازم يجوزوا بناتهم لشاطر وكلهم اسمهم حسن. بس السلطان جوز بنت الواحد اسمه هشام، وهو يعني مفيش عروسة ما تعملهاش فرح 40 ليلة وليلة. ناموا بقى يا حلوين، احسن ميعاد نومكم فات. وحضرتك لابسه كده عشان هتنامي؟ هخرج اشم شويه هوا، ولا عندك مانع؟ تصبح على خير. وانتوا من اهله؟ مساء الخير. ما معكش كبريت يا والدي؟ يلا مش امشي. وحضرتك اشكون محلوده؟ طيب خلاص خلاص، اعوذ بالله. يلا امشي امشي، يلا امشي. قول لي ولا تخبش يا تيس، ايش يقول الحس تيس؟ يلا مش عارف لو ما كنتش عواجيز. طيب يلا يلا يا حمار. ده برضه مصمم تروح لها؟ اطمن محدش هيعرفها، اديك شايف الرئيس حسن بنفسه بيقول لي يا والدي. والله انا خايف عليك. ما تخافش، المهم انت هتعمل ايه؟ ده مالك بقى، روح انت لحالك وسيبني انا في حالي. اشرح له اله. الله يعطيك العافية، شحفظة الأحداث بحش على أحبادها. أنت آسف لو كنت أزعجتك. بالعكس، ده أنا كنت عايزة أشوفك. صحيح صحيح، كنت عايزة تشوفيني. وليه لأ؟ كنت عايزة اطمن عليك. لا ما تخافيش، انا ما غرقت قبل كده، كل بفضل دعاء الوالدين. تمام. الشوك في المركب. اسمع يا اخينا، انت هات لنا لحم. لا 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 بلاش، هو انت سنانك تستحمل يا عمو؟ ما انا جايب معايا طقم احتياطي، وكان عندك فراخ هاد وشويه طبيخ وسلطه وعيش وبدله. ايه ده كله اللي طلبته يا عمو؟ ما انا مليونير بقى، والدفع قبل ما اسيب المركب، ورحمه امي ما انا سايبها. حلاوه عيون حلاوه، يلا بينا يا حلو. على فين؟ ننام. حبة بس نتفرج عليها يا صديق.
لا أنا مش قادرة، حسباك أنا وبقى حصلني. على كيفك يا روحي. ما تتأخرش. ودي تيجي برضو؟ اللي يشوفك بتعمل الحاجات دي يقول عليك ممدوح. ممدوح؟ أنا ممدوح؟ ده انا هاكل اكل. يا نهار اسود، ده انا هعمل عمايل. انام. انا مش مصدق نفسي. ولا انا. ازاي ده حصل؟ مش عارفه. ازاي حينتي؟ ده حيبتدي. لو قلت لك انك اول حب في حياتي هتقولي ايه؟ هقول لك وانا كمان. وان قلت بحبك قوي هقول لك مش اكتر مني. وان قلت لك نتجوز هقول لك يا ريت. هشتغل يا حنان. هساعدك. هنعيش في اوضه فوق السطوح. كفايه عليا اعيش في قلبك. يمكن نجوع. هبص لك اشبع. جايز نحس بالبرد. حضنك هيدفيني بس ما تصحينيش من الحلم اللي انا فيه. فوت بعد شهر يا عسل. حنان حنان اصحى، الشمس طلعت، ده وقته ليلتك مطينة الطين. ممدوح الريس حسن اهو، فوحتنا الله يخرب بيتك. كده طيب. مش قادر اقول لك انا مبسوطه قد ايه اني عرفتك يا عم. يوه. لو على الاقل انا مستعد اقول لك للصبح. اقعدي اقعدي يا شيخه. يا عم انا مش قدك، انت تعبتني قوي 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 وعايزه انام. يا بنتي حد يسكر وينام؟ امال اللي يسكر يعمل ايه يا عم؟ يشم الهوا فوق. تعالي تعالي. لا 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 لا، انا خايف اقعد معاك لوحدي. ليه؟ أصلك حبوب قوي، أمور قوي، تتاكل أكل يا عمو. أنا هو كليني بقى. بعدين ممدوح يزعل. ما ينفعل الممدوح ما يخبط دماغه في الحيط. ممدوح ده ايه؟ ده حد عيل كان لسه بيجري ورا عربية الرش. ممدوح ده ايه؟ ده كبير كلب. الله، ده ما بشتمني. تعالي 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 جوه. عندك؟ عندي؟ لا عندك. انا ما بدخلش رجاله عندي. تصبح على خير بقى يا عمو. يعني ده اخر كلام؟ انت كمان لازم تنام لحسن تتعب. وانا لسه هتعب.
سلمي على ممدوح واشكره لي قوي 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 انه خلاني عرفتك. عمو انت بتاخد حبوب؟ عيب يا عمو عيب. خش نام خش نام. اشوفك بكره لكن وانا نايم هشوفك في الحلم. وانا هشوفك في نفس الحلم. صباح على خير يا بنات العزيزه. باي باي عمو. عيب 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 عيب. يلا خش خش نام. قبل ما تنام يا حبيبتي؟ لا ابدا. ولا انا. نعم الظاهر سيادتك نسيت قبل ما تمشي يا فندم تمضي على الفاتوره. فاتوره ايه؟ انا دفعت الحساب. مش دي كابين اربعه يا فندم؟ ايوه يبقى مظبوط دي فاتوره البار. انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم حاجه. بريه اللي بتتكلم عنه ده يا فندم. دي فاتوره الشمبانيا والعشاء اللي طلبهم البيه هو والست اللي كانت معاه. شمبانيا وعشاء وواحده زيت. حضرتك بتسربني وتستغفرني وتروح تتصربع مع ستات المركب؟ اسمعيني بس هفهمك. روح انت اجري وبعت المتر بتاعك. انا هموتك هشرب من دمك. طلعني طلعني حالا يا غشاش يا خايف. طلعني بقولك طلعني. هو احنا لحقنا؟ حد يا بني ادم يسيب عروسته ويعمل كده؟ اوعى اوعى يا شيخ. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ ايه النيله دي؟ ده كلام؟ وكمان مخبيها لي راجل تحت السرير. ابدا. اشربي يا ننوسه. ميرسي يا بابا. دي عامله تعمليها؟ مش وقت يا زناتي. خمره بتخلي اللسان يفلت. مين عارف قالت ايه اللي كانت سهرانه معاه؟ ما تخافش انا حسبت قوي على كلامي. الخطه دي لو راحت من ايدي بسببك هنسى انك بنتي خالص. انا اديت لطوب الارض علشان اغطي مصاريف الرحله دي. دول نص مليون جنيه. اطمن هتوصل لهم لو موجودين مطرح ما بيقول بابا. موجودين في التابوت وانيس به نايم فوقهم. سمعت وبشرح لجوهر الخطه. كنت داخل اقدم لهم القهوه ودني لقطت الكلام على الباب. عرفت انه ناوي يهرب ثروتهم البلد. قلت الله طب انا اولى بيها. ده انا بشتغل عنده بقالي 15 سنه. بس يا خوفي لا جهر ولا حد من رجالته يشوفها. انا بالشكل ده محدش ممكن يعرفني ابدا. ثم ان جهر ما شافنيش غير ثانيه واحده وانا بقدم له القهوه. وانيس بيه؟ انيس بيه؟ انيس بيه اللي هطلع على وش المركب. تلاقيه ناوي بيشخر فوق ثروته. اللي خلاكوا تكذبوا وتقولوا انكوا تعرفوا المرحوم هو المرحوم زعل. انطاف كذبتوا ليه؟ عيالة بيه. ده احنا اهلنا غلبوا معانا من قلة حيان. مش اهلنا غلبوا معانا ابو صلاح؟ يا عم تلاقي احنا لينا اهل انتراخر. شيخ اتنايل قصدك ما تعرفش ابوه. اخرس انا ابوه عنده 100 مليون وهو رهول. تخرس حظك من السما اني متكتف كده. فكوه. أنا ماليش دعوة، أنت اللي جبت الكلام لروحك.
اديني فكيتك اهو، ورينا هتعمل ايه. تصدقت يا جدع، ده انا كلامانجي ولا بهش ولا بنش. اربط يا جدع، خلي الراجل يشوف شغله. يلا. ناويين تقول الحقيقه ولا لا؟ شوف يا بيه، اخرس انت، كفايه وديتنا في ده، يعني كان لازم تغدينا معاه. شوف يا بيه، انا مستعد احلفك على الميه تبقى تلج. ازاي يا يالا؟ معرفش، اخرس. احنا لا نعرف حاجه عن المرحوم ولا شفنا اي حاجه عن المرحوم. يعني ما تعرفوش ايه اللي موجود في التابوت؟ هكون جواه ايه يعني؟ المرحوم طبعا، ولا فكرك يعني في نص مليون جنيه. انا قلت حاجه غلط؟ وبتقول ما تعرفش حاجه؟ وشرفك انا طول الله برسيم. امال مين اللي قاعد على النص مليون جنيه اللي في التابوت؟ خدوا بالكم منهم لحد ما اسال هنعمل ايه معاهم. عاجبك كده؟ يعني كان لازم تتسحب من لسانك. انت مالك انت لو تبوت فيه نص مليون ولا مليون بحاله؟ بخرف وانا شعرفني بقى اني هطلع واد بورك. اي اوامر تانية؟ يعني هنفذ اللي اتفقنا عليه بالنسبة للعيال دول، وهو كذلك. تصبح على خير. في حاجة يا منشير؟ حاضر. تصبح على خير. مساء الخير. اهلا. سعادتك ما لقيتهمش؟ مين دول؟ الولدين الصيح اياهم. ممدوح وصلاح؟ لا ما لقيتهمش. ارجوك لو عرفت هما فين تديني خبر. اخي يا ناري لو طبوا في يدي وشرف سعادتك لرجعهم مصر عايمين. هتسيبونا؟ مش قلت لك يا جدع انهم عيال؟ يا جدع اسكت. انا متشكر قوي اخ، انا شخصيا هعتبر اللي حصل ده مجرد هزار. ان شاء الله معرفه خير باذن الله. يلا بينا يا صلح. يلا يا سيدي. سيادتك عايز ايدي في حاجه؟ يلا. ايه يا شباب، انتوا رجعتوا في كلامكم ولا ايه؟ هو معقول نسيبكم؟ احنا لازم نوصلكم. اوكي، انتوا انا تاكسي يا جماعه. خف قوي الراجل ده، عسل شربات من الكار ورحمه امي التوصيه مسعود. اخرس يا كلب، اخرس يا كلب. شاف ساعه تبيع عايز يتكلم؟ اتكلم يا بيه. انتوا فاكرين هنوصلكم لحد فين؟ لحد سريرنا طبعا. لحد البحر. نعم، بس انا مش عايز استحم. انتوا مش هتستحموا، انتوا هتقعدوا تحت في القرار ويا الاموات. ده ايه ده؟ حلوة قوي قوي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. مين؟ الرئيس حسن. سعادتك عثرت عليهم. بالصدفه؟ مش بالصدفه يا رجاله؟ بالصدفه. طب بعد اذن جنابك سلمهم لي بقى، احنا تحت امر اللي خلفوه. احنا من ايدك دي لايدك دي ولادي. خلاص بقى يا رئيس حسن، سامحهم. سامحنا ده يا جدع؟ بقى نعمل فيه العمال دي كلها ويسامحنا؟ ده حتى يبقى راجل هوزه. شاهد؟ وانا كمان شاهد. الواد قليل ادب، وانا بقى
اكتر منه. وانت لا مؤاخذه، وانت لو عندك دم تاخدنا تحطنا في السجن. اقفش. ايوه، وتقفل علينا بالمفتاح وتشيل المفتاح في جيبك عشان خاطر بقى يا ريس حسن. سماح المره دي خلاص، هعتبرها اخر مره. ايه؟ لا مش اخر مره، وعلي النعمه كل ما هشوفك كل ما هزقك يا حمار. معلش، مكرومين عشان سعاده البيت. بو مين يا فشله يا ابو زمار انت؟ طب انا هقول لكل اللي في المركب انك ساقط اعداديه. صح، معلش، مكرومين عشان سعاده البيت. ده ما عندوش دم بقى. يعني مش هتحبسنا؟ لا، هعتبر انكم عجلتم. عائمة. لا احنا عائمة. وراهم. اوه توه. يا ستي يا رب. ايه يا ماما؟ ما تخافوش يا ولاد، خليكوا زي ما انتوا. ايه ده؟ مين؟ افتح بسرعة يا حنان، انا صلاح. ايه؟ في ايه يا صلاح؟ وانت مين؟ انا مين؟ ما تقولها انا مين؟ ده ممدوح. ممدوح. ممدوح مين؟ ممدوح. انا عارف ممدوح مين بقى. هو بيقلع هدومه ليه؟ اصله اصل انا احب اغير كتير من واحد صاحبه. ما تفهموني ايه الحكايه؟ اصل في عصابه في المركب بتطاردنا وعايزه تقتلنا. اه انتوا بتعملوا ايه؟ طيب طيب يا ست هانم، احنا بنسوي حد خبط على الناس بساعه زي دي؟ انا هشتكيك لقبطان المركب. قبطان المركب؟ بتقول قبطان المركب؟ خالص اعتذار يا فندم، احنا بندور على اتنين خطرين. خطرين؟ هنا عندي في الكابينة؟ شفناهم جايين الناحية دي، قلنا ندور عليهم قبل ما يأذوا حد من الركاب. بس انا ما حسيتش ان حد دخل عندي هنا. بس الاحتياط واجب يا فندم. اسمح لنا نفتش الكابينة. تفضلوا. أرجوك سيب الولاد، أنا ما صدقت أنيمهم. ما تخافيش يا فندم، ده أنا بحب الأطفال جدا وبكون سعيد قوي لما أشوفهم نايمين. يا سلام، زي الملايكة بالظبط. خالص اعتذار يا فندم. لا مؤاخذة يا ست هانم، لو كنا ازعجناك. احنا كل اللي بنعمله ده لمصلحة الركاب. وارجوك تنسى حكاية القبطان دي. حصل خير. خالص اعتذار يا فندم. تعالوا هم، انا مش قادر اقول. خد بايدي يا حياتي، انا نسيت حاجه. طب خد ايدي يا ابني، حط رجلك. طب حط رجلك. طب امسك كده. انت تدور في الناحيه دي واحنا ندور في الناحيه التانيه، واللي يلاقيهم منينا يقابل التاني على ظهر المركب. اتفقنا، لازم نلاقيهم قبل منه. الأوامر ان احنا نقتلهم قبل ما يكشف السر ويودونا في داهيه. دبرني يا ممدوح، تدبر لي الله يا ابو الصلح. انا رايي نروح نقابل القبطان ونقول له على الموضوع. نقابل ازاي؟ هو معقول هنفلت من ايدين الرئيس حسن؟ حتى لو فلتنا من ايدين الرئيس حسن مش هنعدي من ايدين القتالين القتلة التانيين. يا ممدوح انا مش خايف من العصابه، انا خايف من اللي هيعملوه فينا. نعم اسود، دول هيعملونا كفته. انا عايز الهبل قوي 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 يا شيخ. يا ولاد عيب الكلام ده، اصلهم مصعبين الحكايه قوي. ما تحلها انت يا اخويا. مش قادرين نروح لقبطان المركب وهو يجل. ازاي؟ التليفون. آه.
الو ايوه انا قبطان المركب. افندم بتقول ايه؟ في عصابه خطيره على المركب مهربه نص مليون جنيه. ايوه وعايزين يقتلونا. ايوه يا تلحقونا يا اما هيشمبرونا. ايوه هيهنكرونا هم، واحنا يا سعاده البيل قبطان مالناش صدر حنين غيرك، لانك كما قال الشاعر علو في الحياه وفي الممات ترملم ترملم ترملماتي. ايوه اصل انا ثانويه عامه قسم ادبي وجايب 22% هخش المطاف. انتوا بتتكلموا منين؟ كابينه 9؟ طب انا جايه حالا. ما أنا... انت ايه؟ سوء تصرفك خلاني اخرج من التابوت علشان اخلص عليهم بنفسي. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان ممكن انكشف، لازم تخلص عليهم بسرعه. اطمن، ما دام عرفت هم فين يبقى مش ناقص غير رقبتهم. خد بالي نفسك يا ابو الصلح، بالذمه ليك نفسي تاكل ازاي؟ مش يمكن نخش مع الحراميه دول في خناقه نتاولهم شويه؟ يا جماعه يا جماعه افهموني بس، القبطان بنفسه جاي لكم هنا واكيد هيقبض على العصابه. وين ما قبضش عليهم احنا معاكم. وعلى راي الناس يودع سركم اعيال خالد. طمن يا ممدوح، معانا شويه عيال جدعان. المركب هتوصل مينا بكره، العمليه لازم تنتهي الليله. المهم اعثر على ممدوح او ابو ممدوح. انت متاكده منهم؟ الاتنين بيحبوني. اختشي يا بنت، ده شغل يا بابا. ما هو ده اللي مسكتني. المهم هتعمل ايه انت وزناتي؟ هتجيبوا الفلوس من التابوت. انا هبعد ممدوح وابوه عن الكابينه، تاخدوا الفلوس وتخشوا على الكابينه تخبوها في شنطهم. لما توصل المركب هناخد منهم الشنط وبس خلاص. طب وما عرفناش ناخدها منهم. امال انا جايب ده ليه؟ لا احنا ما اتفقناش على كده. انت عايز تودي نفسك في داهيه يا بابا؟ خايف عليا ولا خايف عليه؟ وماله، ممدوح شاب لطيف وغني قوي قوي قوي، وانت شحات وبنت شحات قوي قوي قوي، بس الحب ما يفرقش بين بنت الباشا وبنت السبرساجي. ده كلام افلام. وإذا كان هو مليونير فأنت هتاخد الفلوس وهتبقى نص مليونير. حاجة غريبة، أنا مش قادر أصدق. تأكد سيادتك إن صلاح مش كذاب. مصدقاني يا حنان؟ مصدقاك يا صلاح. من قلبك يا حنان؟ من قلبي يا صلاح. خرب بيتك يا صلاح. خليني واقف أنا كده بقى، ما أنا كومبارس هفضل واقف أنا يا سيدي. بس سيبك من قلبك وفي الشتا وخلينا في المصيبه اللي احنا فيها. انتوا متاكدين ان التابوت ده في واحد مستخبي؟ يا سعاده البيل قبطان احنا شفنا ايده وهي خارجه من التابوت. وكان فيها خاتم شكله غريب جدا. ده لازم مجرم خطير، انا هقبض عليه حالا. بس يا فندم مجرم بالخطوره دي لازم يكون معاه سلاح. انا كمان مسلح. كلنا مسلحين بالايمان ورب ضاره نافعه. سلاح؟ يا ريت كلنا نلعب صلح. اتفضلوا. على فين يا فندم؟ نفتش الكباين عشان نشوف اللي خطفوه. مش قلت لكم الكابتن هيساعدكم؟ هوب. احنا متشكرين قوي يا كابتن. احنا يا فندم عاجزين على الشوكه الحقيقه. المرحومه اهو. ايه ده؟ اهلا يا فندم. محدش اتحرك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. محدش اتحرك مطاعم. اهلا وسهلا. محدش اتحرك. محدش اتحرك خالص. محدش اتحرك خالص. محدش اتحرك. اجرحوا اجرحوا. اهلا
قفشتكم. قفشتكم. تعالوا وقحتوا وما حد يسمع عليكم. يا اخي الدراعي بيوجعني من الحته دي مش عارف. سلام يا اخي. يا بطي يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا فجري. البس بس قطان والوش مش وش قطان تبقى مش قطان يا سياده القطان. يا ابوي يا ربي يا ابوي. ما راحوا فين؟ هي المركب دي ملهاش كبير ولا ايه؟ قلبوا المركب فتشوها حته حته لازم تعرفوا مين اللي عمل كده. ولا يا دوح ولا يا ممدوح ولا يا لهوي. خليكم انتوا هنا انا هفتش كل الكباين بنفسي شخصيا. قفشتك لا مؤثر مسمسين بدماغي انت على الصنفين. مين تامر؟ اكيد مصيبه من مصايبك. طب بس لما نوصل احلق شنبي إن مرمت عليك يمين الطلاة أول ما حط رجلي في المينا. يا حبيبتي هشوف. أخر أخشف مين؟ مين؟ أيوة نعم إحنا بنفتش المركب بناء على أوامر القبطان. ليه؟ فيه إيه؟ لما أقبض على عصابة أقول لك. أنت بتدور على عصابة؟ أيوة. ابعد عن هنا تسمح. سمو الأمير. سمو زفت. ايه اللي جابك هنا؟ وجه صوتك ارجوك وما تسالنيش وما تحرجنيش وما تكلمنيش. قصه حب قديمه. اه طب ومراتك؟ هتعمل لي فضيحه لو شافتها. بتعمل ايه عندك؟ بتكلم في التليفون واكد لك يا ست هانم ان مفيش واحده ست تحت السرير. اهو ده اللي كان ناقص. مش بعيد يعملها ويجيب واحده من الستات القراضيش بتوعه يخبيها تحت السرير اللي بنام عليه. خيالية او مراتي. وانت بجح قوي. اصبحوا على خير. اللي حكيت اجيب واحدة واخبيها تحت السرير دي. هو معقول ابص لغيرك يا حياتي؟ ابعد عني يا خاين يا غشاش. احلفلك بالغربة اللي احنا فيها دي. انا بحبك من ضفر رجلك لمنبت الشعر في أفاكي. أنا قلت بس رجل أدب انت هو يعلم. خلي عندكم دم رعب جران اللي تحتيكم شوية شوية دم اللي تحتيكم. الله يظلمكم انتوا الاثنين. خطف قلت الأدب دي قلت الأدب دي. يا حلاوة أديك عملتها يا خين يا غشاش يا بعين زيغة. طب والله لوريك. بس ابعد عني. تتصور يا بابا اللي اسمه ممدوح مش نازل في الكابينه اللي جنبينا. طلع نصاب. الحل من بعض يا اسماء الاميره. اوعى تتحرك وكل شويه حد يطلع لنا بمسدس المركب دي. انا بقول يعني ما دام طلعنا نصابين زي بعض
مفيش داعي للمسدس ده. اه الطيب احسن. انتوا عارفين كل حاجه عننا ولازم نخلص عليهم. نخلص عليهم؟ انتوا عايزين تودونا في داهيه؟ ايوه قالوا اسمعوا كلام كده هتروحوا في 60 داهيه. ثم انا عندي فكره كويسه بالنسبه للاستاذ ممدوح. انا موافق. مش لما تعرفها في الاول مدام بتقول فكره يبقى هنتكلم مع بعض، يعني مفيش ضرب نار، يبقى لازم نوافق. العصابه هيقتلونا. ما تخافش يا واد من ناكلوه، وراكم رجاله. مرحب عارف. عدم مؤاخذات، تفتيشات في مجرمين في سفينات، لازم نضبط عليهم ونحطهم في كلبشات. اه اكرام بوم بوم بالظبط بوم بوم. تفضل. هارونا هارونا. احنا ما تقابلناش قبل كده. نحن لا نتكلم العربية. عزيز سنقام سرعاش الفيل صديقي. صحيح هيفهموني ازاي اذا كان ما بيتكلموش عربي. هارونا فعصب بلمونة. هارونا هارونا. ايه الدوشة دي؟ في حاجة؟ لا مؤاخذة يا سمو الأميرة، حضرتك عارفة ان احنا بندور على اي حد يكون مستخبي ورا الستارة، جوه الدولاب، تحت السرير. تسمحي لنا بقى بالتفتيش؟ سمحنا لك بالتفتيش. مفيش حد يا سمو الأميرة، ومتأسفين على الإزعاج. يعني ما بتتكلموش عربي؟ ولا كلمة وشرف. ما انت عارف احنا لو نتكلم نقول لك على طول. الحمد لله. انكتم انت وهو لا يسمعونا. هارونا هارونا. يا سلام، كنت هتدب وافتكرهم العيلين اياهم. انا عندي فكرة. وانا كمان. وانا برضو. حد فيكم يتكلم وخلاص. قولي يا امينة. متهيألي الأستاذ ممدوح يتفضل الأول. يزيد فضلك يا أميرة. مش أميرة يعني أميرة. لا ما خلاص بقى طلعت بومبة. أنا قصدي يا طيبة إحنا هنا. ميرسي. أنا بقول كده من قلبي. صحيح؟ مش مصدقاني؟ اسألي قلبي. يا ابني هو ده وقته؟ الله، اشمعنى الطحانة بتاعتك يا أخي؟ على الأقل أبوها وأخوها ما كانوش واقفين. أنا هفرقع. مش وقت يا زناتي، ما تتكلموا. أنا بقول نقابل قبطان المركب الحقيقي مش البراني، ونقول له على الموضوع ونسلمه الفلوس وناخد المكافأة. المكافأة؟ أيوة الـ10%. آه والله فكرة عجيبة أوي. هو ده اللي كنت عايزة تقوليه من الصبح؟ لا طبعا، أنا كنت عايزة أقول. ما تقوليش حاجة قبل ما تسمعي فكرتي. اتكلم يا زناتي. الاتنين دول لازم نخلص عليهم حالا. يعني يا زناتي أنا بقول نروح دلوقتي ناخد الفلوس قبل ما الجماعة التانيين يوصلوا لها، ونخبيها مع الأستاذ ممدوح وصاحبه. واشمعنى احنا يعني؟ أصل شكلكم سناكيح، ومحدش هيفكر إنكم شايلين ثروة زي دي. وإزاي استعمل ناس ما أعرفهمش على ثروة زي دي؟ ما تخافش يا بابا، على مسؤوليتي. أنا لا يمكن أشترك في عملية زي دي أبداً. يا جدع ما تبقاش فقري. دول 500,000 جنيه. يعني كام؟ يعني ربع مليون هورر. آه. على الأقل كل واحد فينا هيطلع بحق دخان. اسمع كلامي وأنت تكسب. احنا موافقين، ولما نوصل البر يبقى لينا كلام تاني. كم؟ ربع مليون هرر. يلا بينا. يلا Thank you.
هنعمل ايه دلوقتي؟ نقابل القبطان ونحكي له كل حاجه تاني ويطلع لنا برضه في صباعه خاتم. انا بقول نقابل الرئيس حسن ويبقى اضمن. ده احنا ما صدقنا نسيبنا بجلدنا، ده لو مسكنا هيعلقنا من رجلينا على صاري المركب وبعدين يسمعنا. طب هنتصرف ازاي؟ مش عارف مش عارف. ادي اشاره بسرعه، المركب بتغرق. حاضر يا فندم، على جميع الطرق التواصل على القناه للانقاذ. المركب بتغرق، المركب بتغرق، المركب بتغرق، المركب بتغرق. والعمل هيعملوا تحقيق لحد ما يشوفوا مين اللي شغل جرس الانذار، وهيعرفوا منين ان احنا اللي عملنا كده. انت مش احنا، احنا مش اصحاب ابو الصلح. اه للاسف. طب هنعمل ايه؟ نختفي نهائيا لحد ما نوصل البر وننسحب من غير ما حد يشوفنا. طب وامين وحنان والمهربات اللي في التابوت؟ اسمع، انا جاتني فكره. ايه؟ انزل. كله تمام يا فندم، المركب ما فيهاش حاجه. بلغوا الركاب ان احنا كنا بنعمل مناوره غرق. علم يا فندم. وشوف لمين اللي ضرب جرس الانذار. هم ما فيش غيرهم ولاد الابلسه، ولابد هجيب لو فتحوا بطن سمكه واستخبوا فيها. ها صلاح بيتكلم مظبوط يا ممدوح. ده الحل الوحيد، حنان تقابل قبطان المركب الحقيقي وتشرح له موقفنا، واكيد بعد ما يقبض على العصابه هيسامحكوا على اللي عملتوه. طب وامينه؟ لو بتحبك مش هيمال فلوس. انا بقى الفلوس تهمني. دول نص مليون جنيه. عارفين نص مليون جنيه يعني ايه؟ يعني عز، هدوم، عربيات، فخفخ. لكن دي فلوس حرام. والله لما هروح اشتري عربيه مش هيسالوني جبت تمنها منين. ممدوح تجننت؟ عايز تبقى حرامي؟ فين مبادئنا الحلوه يا عم؟ بلا مبادئ بلا نيله. انت هتعمل لي فيها سيمه؟ انا هتصرف بالطريقه اللي تعجبك. تعال هنا. انت رايح فين؟ ابقى 60 مجنون لو سبت ثروه زياده تطير من ايدي. عن اذنكم. ممدوح انا رايح اقابل القبطان. لا حنان بلاش. ليه؟ مهما حصل بيني وبين ممدوح ما يخلصنيش انه يتقبض عليه ويتبهدل. يعني سيبه يعمل اللي في دماغه. اكيد في طريقه نقدر نرجعه بيها لعقله. ستاند باي انجن بعد ساعه لدخول المينا. ستاند باي انجن بعد ساعه لدخول المينا. لقيتهم اللي ضربوه واللي ضربوني واللي ضربوا جرس الانذار كمان. اقبض عليهم وحطهم في الحبس حالا. تمام يا فندم. الفلوس دي فلوسي ولا حدش هيقدر ياخدها مني. الفلوس دي انا اللي هاخدها، واللي هيقدم منكم خطوه هطير له صف سنانه. اللي هيمد ايده على التابوت ده هضيع عمره. يا جماعه مش كده، صلوا على النبي. هتخسروا بعض على مبلغ هايف زي ده. دول نص مليون جنيه، يعني ربع مليون هورر. اسمعوا، احنا نعمل جمعية وكل واحد فيكم يقبض شهر، وانا اقبض الاول واديكم بومبا. اسكت. اوكي. بعد ما تفتحش ابدا. اوكي. بس انت هدي نفسك لا طق لك عرق. اذا كنت فاكر ان المسدس ده هيحميك، انا معايا رجاله تحميني. الله اكبر. اهو كده احنا هندفع لهم اكتر. برافو برافو عليك. انت بتبص له كده ليه يا بنت؟ انت بتغير عليا يا دوحه بصراحه.
يبقى انت بقى اللي تحضر الفرح. انا عجبني كلام المادموزيل لما قالت انها هتدفع لنا اكتر منه. انا هدفع لك ربع المبلغ. انا هاخد المبلغ كله لاننا هنخلص عليكم كلكم. يعني ألف مبروك. لا مش معايا أنا الحركات دي بقى. يلا يا أخوي يلا. تعالي تعالي يلا حماد تعالي تعالي انت كمان. ان هم دول اللي وصلوها للعصابه. انت بقى تحضر الفرح. Thank you.